مزيد ينضم إلينا من دير الزور مراسلنا محمد عرسان. محمد، ما هي التفاصيل لديك؟ مساء الخير جعفر، مساء الخير لكل مشاهدين عبر الفضائية السورية. عمليات نوعية وأهداف محققة لقواتنا المسلحة، قوات الجيش العربي السوري، وهنا في دير الزور. طبعا الغالبية من يحملون السلاح هم ليسوا من أبناء المدينة. الكل يعرف بأن جبهة النصرة تحوي جنسيات غير سورية، بعض هذه الجنسيات هي خليجية على الأغلب، وهي التي تحاول التمركز في أحياء المدينة وفي الريف في بعض المناطق القريبة من حقول النفط، والجميع بات يعرف قصص كيف يتم سرقة حقول النفط وعمليات التكرير البدائية. طبعا أبدأ من كان استهداف مجموعة مسلحة في شارع سينا وفؤاد، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات ممن يحملون جنسيات غير سورية. أيضا في حي الشيخ ياسين تم استهداف وكر للمسلحين يحوي تجهيزات وأدوات طبية مسروقة، وهو مقر يطلق عليه اسم أبو الهدى، وقتل وجرح أعدادا كبيرة ممن كانوا بداخله. على جسر السياسية تم تدمير 4 سيارات، 2 منها بيك آب و2 سياحية، وتم قتل من بداخلها ممن يحاولون التسلل إلى المدينة. في حي الجورة تم توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة سيارة كيا مسروقة من كراج الحجز، ومصادرة كمية من الحشيش من المخدرات، ومصادرة مبلغ 1,750,000 ليرة سورية. أيضا في قرية الطيانة وذيبان تطور الخلاف بين المسلحين في تلك المنطقة، وهم في الغالب يتبعون وينتمون لجبهة النصرة، وطبعا مقتل عدد منهم أهالي قرية الطيانة، أو أهالي المسلحين عفوا الموجودين في قرية الطيانة. قاموا بإطلاق 3 صواريخ على مسلحي ذيبان، فوقع أحدهم على مزارع الشحيل، واثنان كان منها في ذيبان. أنا أتحدث عن الإرادة الشعبية زميل جعفر، والرغبة الجامحة لأبناء دير الزور بالعودة إلى منازلهم في المناطق التي تشهد يعني محاولة قواتنا المسلحة تخليصها من رجس المسلحين، إن كان في الجبيلة أو في الرشدية. إن شاء الله سيكون خلال أيام قريبة يكون هناك حلول جديدة سيسمعها أبناء دير الزور حول هذا الموضوع. لجنة الحوار تتابع العمل بشكل دقيق ومتكامل. خلال الأيام الماضية تم إنجاز مراحل كبيرة من الحوار ممن غرر بهم وحمل السلاح. إن شاء الله سيكون خلال الأيام القادمة سنضع كل مشاهدينا بالتفاصيل التي جرت، وسيتم تطبيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع. كل التحية لجيشنا العربي السوري، حماة الديار. عليكم السلام. تحية لك محمد، وتحية إلى جيش